بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، هذه درس من دروس قصص الأنبياء، الدرس 73. خبجم توتا هردف توتا برمسا كينيا سينا انبيوتا كوني برمسا كينيا كوتا تربات ميسا دفات برمسا كينيا دبر خيستي سينا نبي يونس تمرسا وجلال لي دبر سينا ويا هراتين هو نبيين نتي والبرون اينيو نبيين نتي ويا هرا والبرون نبي ربين أفان أفيتين إساتي هاساوي نبيوتا هندا ربين واسطاران التهاساوى جبريل ترقو دان نبيي كان يوتا هاتمالي ربين أفان أفيتين التهاساوي أكاسوما كان سينا إسا قرآن كيساتي حما نبيي كان بايتو هنجر قرآن كيس نبيوت ربين إرقى كيسا كبا ينان قرآن نفسينا إساني با يسي إسرائيل رانوف تبته قصوما با ين إساني جروهو قرو أك نبيي كناتي كان كيسا نساق ليرا تهنجر قرآن كيساتي حتى قرآن كيساتي مكان نبيي كنا إدو إبتو كوفي صدومي جهتي دبتمي وقو ور عددا لكاوان ادو لبتو كوفي يرو لبتو كوفي صدمي جه مكان اسهاد بتمي قرآن خيست سورة صدمي افر كيست سورة قرآن لبتو كوفي الافر كيسا سورة صدمي افر كيست رب مكان اسا يرو لبتو كوفي صدمي جه دبتي ور عددا نبي كن اينيو نبي موسى عليه السلام هو كليم الله نبيين تر والبرون نبي موسى دا نبي موسى انم اكم كرب اكت سينا عيسى ادو دبتك في صدمي جهقوت تدبته نبي موسى عليه السلام سينا عيسى اكم بلاد سينا كتاتك قتل أبتومت كان إيرا نندم إن شاء الله سينا نبي موسى را أوصى في أديم سافي ججبنا في أكسما وهدو نمن ربك ليسا كيسا كاهي كان الرابة لتولا كتامي وجه لالو سينا نبي موسى دا أك ربي بل لسي قرآن كيستي نفودي ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قرآن وفي كيستي جلكبر ركاسي هدون وديس سورة لبعية كيستي إسان كيساتك وصورة قصص كيستي ربي نكنا جلران وحاسوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. رب سورة قصص كان جلك وراكاسي سينا موسى تينو جلك به تنيت ستها سو تجركن آيات قرآن كينياتي كان إفباتو تاتجئي رب الرعوديسيتي نتلو عليك من نبأ موسى يا نبيك يا محمد هو سرت أديسنا أدو موسى را أدو موسى تي في فرعون حكمان ست أديسنا أمة ربي تأمنني أكاتلين إساني فوديسيتو
ak esaan illeen irraa barataniif. Fir'aawnaan kun tahee jira dachii keessatti boonaa namaa. Ummata isaalleen adda adda baasee jira. Waja'alahaa shiicaan yastadciifu xaa'ifatan minhum. Adda addatti qoodee jira banii Israa'iil keessaahu isaan gabroonfatee jamaa isaan irraa tahe isaan gabroonfata. Yudhabbixu abnaa'ahum ilmaan isaanii ni goorra'a. Wayastaxyii nisaa'ahum dubra isaanii ni jiraachisa. Innahu kaana min almufsidiina fir'aawnaan kun warra dachii tana keessatti akkaan badii dalagan irraa tahee jira fir'aawnaan kun. Nuti ammoo warroota inni akkasitti gabroonfateetiin isaan goorra'ee ilmaan isaanii goorra'ee dubra isaanii jiraachisu kana irratti qaani'uu barbaanna jedha Rabbi. Wanaja'alahum a'immata wanaja'alahum alwaarithiin. Adda duree namaa isaan taasisuu barbaanna, warroota dachiisanillee dhaalan isaan taasisuu barbaanna jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Fir'aawnaan kun banii Israa'ilii kun akkuma yaadatamu seenaa Nabii Yuusuf keessatti baniin Israa'ilii hundeen isaanii biyya Kanacaanaati. Israa'il jechuun Nabii Yaaquub alayhi salaam moggaasni isaa Israa'il jedhama. Horteen isarraa horee hundinuu ilmaan isaa ilmaan Israa'ilii jedhamti. Ilmaan Nabii Yaaquubi jechuu seenaa kana keessa barannee dabarsinee jira. Seenaa Nabii Yaaquubii fi akkasuma Yuusuf keessatti illee. Hortee Yaaquubii iddoon isaan itti qubatan erga Nabii Yuusuf gabrummaadhaan biyya Misraa dhufee achitti Rabbi gabrummaadhaan isa baasee mootii biyya siisa saayise. Obbolayyuu ufii hunda ahlii ufii hundaan abbaa fi haadha isaatiin koottaa je'ee ahlii ufii hundaahu biyya Masriititti galchee horteen banii Israa'ilii kun ilmaan Yaaquubii tun biyya Misraatitti horanii baay'atan. Akka zamana saniirraa kaasee hanga zamana Nabi Muusaa kanatti baniin Israa'ilii hedduu baay'atanii jiran biyya Misraa kana keessatti. Banii Israa'ilii kanatu yeroo san keessatti illee Rabbiin biratti illee sadarkaa ol'aanaa imaanaan kan qabu isaanillee anbiyoonni Rabbii hundinuu isaan keessaan ergaman waan taheef biyya Misraa kana keessatti horteen isaanii baay'ataatumaan dhufeechu. Ergasii Rabbiin fidee mootii jallataa kana isaan gosti isaanii haa baay'ataa dhuftu malee garuu irra baay'inni warri biyyaadhaa gosa Qibxiyyiiti. Gosti Qibxiyyiidhaa gosa Fir'aawnaati. Baniin Israa'ilii kun ummatatti gale warri asliin biyyaa gosti isaanii gurguddaan gosa Qibxiyyiitii fi kakanniin fakkaatanii. Baniin Israa'ilii kun adadumaan mallee baay'ataa dhufaniin jallinni hedduun illee isaan keessaa mul'ataa dhufe osuma Rabbii isaanii beekaniihu hedduu jajallataa dhufanii Rabbii mootii jallataa kana isaan irratti moosise Fir'aawnaan. Ilmaan isaanii goorra'uu eegalee banii Israa'ilii kana gosa banii Israa'ilii kana dubra isaanii dhiisee ilmaan goorra'uu eegale. Wanti kanatti isa kaase ammoo waa tokkotu kanatti isa kaase seenaa kana Suddiyyii fi Abii Saalihii fi Maalikii fi Abdallaa ibnu Abbaasii faati, Abdallaa ibnu Mas'uudii fi Murraan faati nu odeessan. Akkasuma wa'unaasun min as-sahaaba jam'aan hedduu sahaabarraa tahan seenaa kanarraa hogguu nu odeessan. Fir'aawnaan kun ra'aa fil manaami ka'anna naaran qadii aqbalat min naxwi bayt almaqdas. Fir'aawnaa kanatu gaaf tokko hirriba keessatti abjuu wahii arge ibiddi takka jihaa bayt almaqdasi jihaa filisxiinirra dhufteetiin biyya Misraa kana seentee
فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. ابديتم بيت المقدس جهة بيت المقدس الر بيا فلسطين الر الأفتابية مصر سنتي قوسا قبطيين آكنا قبطيين قوسا فرعوناتي قوسا فرعونا والرسل أصلي بياكنا ابديتم قبديلة فرا فتي بني إسرائيل كفا قوسا إسرائيليوتا كنا كفا بيا سنتم بستي منام أكنا تكاهو أبجو أكنا أرجع فرعون هربا هجودا ما كجلو دفعته ورا راقو في فلفلت في الكهنة والسحرة وروت راقني في وروت فلفلا وروت أما اللي غنا منام هيكو لان بيك من هن دولتنا في كباجل ساهره هن دولتك أبتي فرعونا منا مكانا هي كاجئين كينو انا كتي الربا خيستي ابجو اكنا ارجي ابديت كبيتي مقدس الرعشين تي فلسطين الرعفتين بي مصر سنتي نقوسكين نقول قد كنا نقوسك بتي كنا هند نفتي ومثل لا افتو بني اسرائيل تنقف نكيست تنبستي سبب لك انا مالي دا جئتين gaafate manaama kanaa fi kaa jechuudhaan isaan illee ni je'aniin maarra je'aniin haadha gulaamu yuuladu min haa'ulaa yakuunu sababa halaaka mulki misra calaa yadayh maarre bani israa'ilii kana keessa gosa israa'iliyootaa kana kanu keessa jiran kana keessa ilmi wahii dhalachuu eda ilmi kun hogguu dhalate mootuma kan keelleen balleessa gosateen hundaa lafarraa balleesseetiin ufiidachii misraa kana dhaalanii ilma akkanaattu dhalataa jira zabanni inni dhalatu kalaahee jira jedhaniin hogguma kana fircaunaan amma booda ilmaan banii israa'iliiti dhalattu tokkoillee akka hin jiraanne murteesse dubri qofti yoo dhalatte dhiisanii ilmaan بنين إسرائيل هرتو هند إساني هجو مسن دبرتي ألفا كبن هند إساني زبنيا إساني تقولي يرو هند لكني لالنيتين وانت إسين ديستسون يود إيلتات هجو مسن قرآن إني كان كان تايسيف أكا إلمي موتم إسابا اللي سن هن ألا النيفي سبحان الله قدرة ربي خالق السماوات والأرض ده inni akkatti nafsee ilma namaa guutu ilmaan miliyoonaan lakkaa'amtu nafsee meeqaan lakkaa'amtu hunda baasaa turu kanaafu sababni isaa ilmummaan mootuma isaa balleessu kun akka hin dhalanneef inni kana hojjeta walaakinna alxadaru laa yunjii min alqadar hamma fedhe ilmi namaa sodaachisa dinniina kaahee fi qadara rabbii irraa وما تكذب سو هندن دو غرو ربي ان هنغ فد اني نفسي على فلك هم تؤجزف علم كان اكما غد غد ربي اسا اومه سنبل دبر اسا اكت نفسي كما تما لفرافتو اتبلا شطارته يفاجي نفسي لفرافتا اولتا كما تما نمني ادوي اتسوقو دا نفسي اسا اجيسو كان غديتو يوسي فراشك يرت غدست منكيت تغدست سمت ودي سفرت جاء رب رت وكل يا سبحان الله سيناك أنا إن شاء الله أكمت فرعون أكت نفسك ما تما لك أهم وأكن لن يفج يسوع في يود ربي إن شاء يود وكل ودي سه وجيني لا إن شاء الله الرب رمس كنا ست دابته وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.